الكوطة على طول العام اي وقيته تيجي تيقول لك راه كاينه الكوطة اليوم ما غنجيش. يعني الثمن غير محترم. الثمن غير محترم. الكوطة حنا كنا تنعرفوها في واحد الوقيته اللي هي كتسمى بالوقت ديال الربيع، تيكون الحليب تيتزاد، الحليب تيكون موجود، تيكون فائض كثير وداكشي من بعد. ولكن نجيو الفترة اللي ما فيهاش يعني الحليب قليل والكوطة، واش الكوطة تبدا في شهر 8 في شهر 7؟ هذه هي الوقيته اللي كيكون فيها عندنا حنا الحليب منخفض، واللي هما تيزيدوا شويه الثمن. دابا راه دابا في هذا شهر 2 الثمن غادي يهبط مع الربيع، غادي يبدا الربيع غادي دابا شهر 2 غيهبطوها حتى على هذا الثمن، غادي يهبط الثمن على الثمن اللي كاين، لان كاين هابط اصلا. كاين شركات اللي دايرين الثمن ديال 6 شهور و6 شهور ديال سميتو كيديروا فيها الثمن.